اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم واوقاتكم دوما. هذه اطلاله صباحيه جديده من الان تستمر مع حضراتكم على مدار ساعتين متواصلتين، نسلط خلالها الضوء على جديد واخر التطورات الجاريه على الساحه الداخليه، فضلا عن التطورات في المحيطين الاقليمي والدولي. اسعد الله صباحكم من جديد. في الوقت الذي باتت فيه دول العالم مختلفه تواجه ظاهره الارهاب، تقود مصر المنطقة للتخلص من شبح التطرف بأفكاره والإرهاب بممارساته باستراتيجية قال الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة إنها لا تعتمد فقط على مقاربة أمنية عسكرية، ولكنها تمتد كذلك لتقدم مقاربة فكرية في زاوية، وترتبط كذلك بتكثيف منابع تمويله، فضلا عن ضرورة إيجاد مقاربة تنموية تخلص المنطقة من آفاته. النظام القطري بدوره لا يزال متهما وبشكل دائم على التلاعب بمقدرات دول. امتدت مؤامراته والاتهامات التي طالته إلى العمق الإفريقي في غرب إفريقيا وشرقها، ليتحول بعد ذلك هذا النظام في وجهة نظر دول عديدة لداعم رئيسي وأول للإرهاب، داعم من خلال منابر إعلامية وحسابات مصرفية مخصصة عبر بعض التحويلات للتلاعب بمقدرات شعوب المنطقة. في هذه الفقرة سنحاول تسليط الضوء على هذه الاتهامات التي لم تتوقف يوما تجاه النظام القطري ودعمه لممارسات تنظيمات وفصائل إرهابية في أكثر من دولة، واتهامات مستمرة كذلك للنظام الحاكم في قطر بتسببه في تفتت دول عدة في منطقتنا. اللواء رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي ينضم إلينا ضيفا في الاستوديو في هذه الإطلالة الصباحية. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. سيادة اللواء، لماذا لم تتوقف الاتهامات يوما بل ربما وتيرتها تتزايد التي توجه للنظام القطري بدعمه ومسؤولياته في دعم تنظيمات الإرهابية؟ أول شيء لابد أن نحدد ما هو الاتجاه الذي تسير به قطر سياسيا. أول حاجة هي تتجه إلى تقويض الدول المجاورة لها، وخاصة دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، وتريد أن تفرض سيطرتها على هذه الدول، ثم إنها تريد أن تفقد مصر قيادتها للوطن العربي. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هي في الاتجاه الأول اللي حضرتك أشرت إليه، يعني على مستوى الأوزان النسبية، يعني كما يقولون في علوم السياسة، هناك تفاوت كبير في أغلب القوى التي ذكرتها حضرتك وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات كخصوم اختارتهم قطر، الأوزان النسبية لهذه الدول والوزن النسبي لقطر. بالطبع قد قطر، حتى لسه هنتكلم عن أفغانستان، تقول عليها دويلة وهي ليس لها تأثير قوي على العالم الخارجي، إنما لها تأثير مادي تسيطر به على المنطقة وتفسد. كيف يمكن فهم هذا؟ أن يعني فلسفة اختيار الخصوم، يعني كما يقولون، تتطلب قدرا من الكياسة أو الفطنة في اختيار الخصم أو إدارة الأزمة مع هذا الخصم. من أين أتت قطر بهذه القناعة التي تجعلها تختار خصوم بهذا الثقل؟ هي تريد أن تلعب دور أكثر من إمكانياتها، تريد أن تسيطر على المنطقة وهي لا تمتلك هذه المقومات، كجاهل يخبط اتجاهات يمينا ويسارا دون أن يدري ما هي العواقب التي سوف يصل إليها. فهذا هو الشق الأول اللي أنا حددته واللي سيادتك طلبت الإفصاء عنه، إنها دولة دويلة تريد أن تسيطر على جيرانها. ثانيا هي تساعد أساس الإرهاب في المنطقة وهو الاستعمار الفارسي إيران، لذلك أجهضت العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران، وهذا اتجاه غريب من هذه الدولة. ثانيا هي تساعد الجماعات الإرهابية أو التطرف الموجود، نجد إنها آوت جماعة الإخوان منذ أن طردهم الرئيس جمال عبد الناصر من مصر، وأوجدت لهم منابر سياسية ولوجستية ومادية في منطقتها. هي تدعم الجماعات الإرهابية لوجستيا وماديا وحتى سياسيا، إنها الدولة الوحيدة اللي في العالم التي فتحت منبر سياسي لقاعدة طالبان الإرهابية في الدوحة، لهم مكتب سياسي بيعتبروا نفسهم دعاة للإسلام وبيعتبروا نفسهم دعاة للدولة الإسلامية أو الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر. هذه أربع أدوار تقوم بها قطر للتأثير على هذه المنطقة. الدور الأخير سيادة اللواء اللي أشرت إليه المرتبط بفتح مكتب تمثيل لحركة طالبان في الدوحة، على ما يبدو كان بتوجيه مباشر من الولايات المتحدة لفتح مجالات للتفاوض بين ممثل الولايات المتحدة وبين الحركة، بين الحركة وبين الحكومة الأفغانية، للوصول إلى صيغة تخرج بها الولايات المتحدة من أفغانستان بقدر أقل من الخسائر. إذا كان هذا بتوجيه مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ما بال
قطر تمارس هذا الدعم او تتهم بممارسه هذا الدعم لتنظيمات وفصائل يفترض انها تواجه الولايات المتحده الامريكيه ومصالحها في المنطقه؟ هي طبعا بتتجه هذا الاتجاه باوامر من الولايات المتحده الامريكيه، وهي اوجدت قناه اتصال بين طالبان وبين الولايات المتحده الامريكيه لدعم طالبان لوجستيا، هي تدعم طالبان حتى في الدخول الى المجال الافريقي اللي هو بعيد عن قطر، هي تساعد في ايجاد ايواء وملاذ امن للعناصر الارهابيه. صحيح هناك اتجاه من الولايات المتحده الامريكيه كان في الدور السابق زي ما هنقول في اتفاق اسمه اتفاق الجرزان، ده باوامر من الولايات المتحده الامريكيه الى تركيا وقطر بسحب السلاح اللي ما كان موجود في ليبيا وقت مقتل القذافي وتقديمه الى المناطق التي فيها صراعات سوريا ليبيا مصر في شمال سيناء. اذا هي تساهم ماديا ولوجستيا في صناعه الارهاب في منطقتنا. مجالات الحركه الخاصه بقطر تبدو ايضا غريبه وبحاجه الى تفسير او الى فهم. ما هي مصلحه قطر في ان تذهب الى سوريا، ومصلحه قطر في ان تذهب الى ليبيا، مصلحه قطر في ان تذهب الى افريقيا، مصلحه قطر في ان تذهب الى مناطق ربما ليس هناك رباط واحد يجمع بين هذه الدول؟ دولة حجمها أقل، دولة إمكانياتها أقل، دويلة موجودة وسط الوطن العربي تريد أن تفرض سيطرتها بما لديها من مادة، هي تتحدث بالمادة، هي أنفقت 137 مليون دولار في الحرب على سوريا، لم تنفقها في الخير، لم تنفقها في تطوير المنطقة. هي ترتبط حتى بالكيان الغاصب الإسرائيلي، يعني بالإضافة إلى المجموعتين السابقتين من ناحية التعليم ومن ناحية الأمن. هي إذن لا تدري عواقب الأفعال التي تقوم بها، ستكون الدائرة عليهم مستقبلا إن لم ينهض الشعب القطري في الهروب أو الخروج من هذا المأزق الذي وضعه فيه السياسيين. الحديث عن مصلحة قطر في أن تذهب إلى سوريا قد تبدو في إطار ما جرى في سوريا منذ بدء هذه الأزمة قد يكون الأمر مستساغا حتى وإن لم يكن مقبولا أو يفهم لماذا تحركت قطر مثلا إلى سوريا، لكن لماذا ذهبت قطر وكانت ضلعا أساسيا في ما جرى في ليبيا؟ والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس السابق كانت هناك، الرئيس الأسبق كان هناك اتهامات مباشرة بأنه نسق مع قطر قبل ذهاب الناتو إلى ليبيا. لماذا ليبيا ولماذا قطر تبدو مهتمة؟ هي كانت ترغب وضع في ليبيا. كما قالوا انهم ذهبت الى ليبيا بفرض اولا سيطرة سياسية لدولة صغيرة على منطقة على دولة ليبيا، ثانيا ترغب في السيطرة على البترول في هذه المنطقة بما تملكه ليبيا من بترول، فتريد ان تكون هي الام او الاساس الاكبر لتصدير البترول للغرب، هي تريد أن تسيطر اقتصاديا على هذه المناطق. الحديث عن الدور القطري في هذه المناطق يستتبع بالضرورة ببعض الحديث عن الرغبة في جني مغانم اقتصادية، وحضرتك أشرت إلى البعد النفطي في الأزمة الليبية، لكن قطر هي بالأساس دولة لا تعوزها ثروات، دولة هي بالأساس قد تعاني تخمة أصلا في بعض الموارد الاقتصادية على المستوى السابق قبل أن تفرض المقاطعة العربية عليها. لماذا تفكر قطر بهذا البعد رغم أنها يفترض أنها إن استطاعت أن توظف ثرواتها بشكل سليم لم تكن بحاجة إلى كل هذا؟ هي نظرت إلى مصر وسيطرتها على المنطقة وتوسعها الإفريقي والدولي، فترغب في دور سياسي، هي لا تبحث فقط عن المادة ولكن تبحث في دور سياسي يكون لها تأثير بحيث ان يذكر هذا، وهي عقدة نفسية بين لحكام قطر انها تريد ان تكون هي المسيطرة وهي الملاذ لهذه المنطقة، وان يتجه اليها العرب للحديث عن مستقبلهم، تريد ان تكون هي المنبر الوحيد المتحدث باسم العرب، ونحن نعلم قناة الجزيرة ودورها في ايواء جماعة الاخوان والتطرف الاسلامي حينما تتحدث بالعربية، حينما تتحدث بالانجليزية تظهر انها اليسار التقدمي في الوطن العربي، فهي ذات تناقض غريب لكنه يبحث عن موقف سياسي واتجاه سياسي يلفت العالم اليه بحيث انه تذكر هذه الدولة دائما. سيد اللواء حضرتك اشرت الى الاتهامات المباشرة لقطر بانها تقدم دعما
لجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان لها رباط شديد الاتساق مع قطر وتؤوي عناصر كبيرة من عناصر هذه الجماعة، والمنبر على المستوى الأيديولوجي منبر الإعلامي لقطر هو منبر يبدو مؤدلج لاتجاه جماعة الإخوان. قطر متهمة أيضا بدعم جبهة النصرة واستضافت أبو محمد الجولاني، وذهب المذيع متجردا من حذائه إلى مكتب هذا الرجل، وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة مصنف على أنه إرهابي في كل التنظيمات الأوروبية والغربية والأمريكية على حد سواء، متهمة بأنها تقدم دعما لتنظيم داعش، والفدية أو ما قدم على أنه فدية تقدم لداعش في العراق أيضا كان مبلغ وصل إلى نحو نصف مليار دولار، 500 مليون دولار كانت في محملة في طائرة قطرية. وفي نفس الوقت حضرتك أشرت إلى العلاقة الممتدة مع إيران، يبدو أيضا أن هناك حاجة لفهم الاستراتيجية التي تقوم عليها قطر، تدعم كل هذه التناقضات كيف؟ أولا هي فاقدة للسلطة السياسية في العالم، فاقدة للتأثير في العالم، فهي تبحث عن موقف يؤثر في العالم بحيث أنها تكون محط أنظار العالم كله سياسيا، هو ده الاتجاه، عقدة نفسية لديها أنها حجم صغير، سياسة ضعيفة، ليس لها تأثير على العالم، لا تستطيع أن تجذب دول إليها، إنما بالمادة بتستطيع أن تؤثر في العالم وتتجه بالفقر. نجد أن هنا الهلال الأحمر القطري اتجه إلى أفغانستان لمد العناصر الإرهابية الظاهر، يعني الحقيقة لمد العناصر الإرهابية لوجستيا وماديا لتقوية الإرهاب، إنما هي تدعي أن ذلك ناحية إنسانية لعلاج الفقراء ولرفع الاقتصاد الخاص بالعناصر الفقيرة في أفغانستان، لدرجة أنها أفسدت مؤتمر كان بين السلطة الحاكمة في أفغانستان وطالبان بأنها وضعت شروط تعسفية ضد شعب إيران، مما دفع الحكومة الأفغانية في كابول بإنهاء هذه الارتباطات وهذا المؤتمر. نعم سيادة اللواء، في هذه الجزئية كيف يمكن فهم أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة ربما بعض عناصره تعمد نحو تبييض وجه قطر؟ قطر لها علاقات مع دول غربية، يفترض أن لها اتصال مباشر بمكافحة الإرهاب، دول غربية كبيرة، دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، القاعدة الأكبر لها خارج حدود الولايات المتحدة موجودة في قطر، كيف يمكن فهم أن قطر تطالها كل هذه الاتهامات بدعم الإرهاب، وفي ذات الوقت الدول التي يفترض أنها ترفع لواء مكافحة الإرهاب لها علاقات ممتدة بها؟ كيف أتى الإرهاب إلينا؟ أتى من اتجاهين، اتجاه من داخل منطقتنا، الاتجاه الفارسي اللي هو إيران، الاتجاه العثماني اللي هو تركيا، ودعم قطر لهما. نعم. ده الاتجاه اللي من داخل مصر، من داخل منطقة الشرق الأوسط، من الخارج كلنا نعلم الغرب هو أساس الإرهاب، ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير جيش العراق الذي أوجد البيئة الحاضنة لداعش، ما تقدمه فرنسا والغرب للعناصر الإرهابية في فترة من الفترات رغبوا في إحداث توازنات بين القوى العربية والقوى الإرهابية الموجودة في منطقتنا بمساندة من قطر، إذن هي أساس من أسس التي ساهمت في وجود الإرهاب في منطقتنا. سيادة اسمح لنا أن نتعرف على وجهة نظر عربية أيضا هذه المرة من بين الدول التي قالت أنها تأذت كثيرا مما قامت به قطر، الدكتور حسن الصبيحي الباحث والمحلل السياسي من العاصمة الإماراتية أبوظبي. دكتور الصبيحي أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. ما هو الرباط المشترك بين ما تقوم به قطر من دعم مثلا متهمة به لميليشيات الحوثي في اليمن، بين دعم يقدم لجبهة النصرة واستضافة مثلا أبو محمد الجولاني في شاشة الجزيرة مثلا وهي المنبر الإعلامي الرئيسي لقطر، دعم إيران وقولها أن كل العقوبات التي فرضت ليست وسيلة للحل، هذه المسارات التي تبدو على درجة كبيرة من التناقض، ما هو الرباط المشترك الذي يجعل قطر تقدم دعمها لكل هذه الفصائل؟ هو أولا كل عام أنتم بخير. أنت بخير والسهل المبارك على الجميع يا رب وعلي. الحقيقة أنه هذه تقوم على يعني ركيزتين، الركيزة الأولى هي أنه قطر أسيرة للإخوان المسلمين، يعني إحنا نعرف أنه التنسيق بين قطر والإخوان المسلمين تنسيق عالي جدا، يكاد يكون يعني اندماجي مش بس تعاوني، يعني وهذا السبب الأول. والسبب الثاني بطبيعة الحال
هو سكوت بالفعل القوى الكبرى على لكن معلش دكتور الصبيحي، يعني انت اشرت لهذه النقطه وانا ساسوق لحضرتك ما قالت الحكومه القطريه ردا على ذلك عبر وزير الخارجيه الحالي محمد بن عبد الرحمن ال ثاني وعبر الرجل النافذ القوي نائب امير قطر رئيس الوزراء وزير الخارجيه الاسبق حمد بن جاسم بن جبر عندما قال ان المساله لا يجب ان تقاس على هذا النحو، قطر دوله ولها حكومه وبالتالي علاقاتها لا تكون مع جماعات وانما تكون مع حكومات وقطر ترتبط بعلاقه مع الحكومه حتى وان كانت مكونه من قبل جماعه الاخوان، كيف يرد على هذا الدفع؟ ومنذ متى كان في يعني ايش هناك مصداقيه لاقوال المسؤولين القطريين او كل من ايش يمثل هذه الدوله؟ بطبيعه الحال هذه لا تعرف يعني استمروا مساله الخداع للراي العام العربي والعالمي وللقوى الكبرى، وبطبيعه الحال يمنحون الاموال والامكانيات الضخمه من اجل شراء ذمم، وبطبيعه الحال العالم الان العربي اصبح يعرف تماما انه قطر يعني مصطفى اصطفاف قوي جدا مع الحركات الارهابيه الموجوده في العالم العربي ممثله في داعش والاخوان المسلمين والقاعده و والى اخره. فيقول ما يشاء ولكن الواقع نحن كما نرى غير هذا غير هذا، يعني ممارسات السياسه القطريه لا تنبذ هذا الايش بهذا القول يعني ولا مصداقية هذا القول. نعم. فما ننخدع نحن طبعا ولا تنخدع اي جهة اعلامنا ولا راينا العام بما يصدر عن الدوحة. هذا شيء. الشيء الثاني قلت لك انه القضية انه السكوت كمان والضبط على هذا الايش؟ هذا المواقف القطرية المشينة فيما يتعلق بدعم الارهاب علنا والمضي قدما دون توقف، يعني امريكا مثلا غارب باكستان على قطر وقطر تمارس هذه المساله علنا، يعني مصطفى انا هذه الجزئيه التي كنت اسال فيها للتو ضيفنا في الاستوديو اللواء رضا يعقوب، لماذا تصمت كل الدول الاوروبيه والغربيه والولايات المتحده الامريكيه التي لها القاعده الاكبر في قطر عن كل هذه الاتهامات التي لم تتوقف لحظه تجاه قطر؟ اقول لك انا شيء، انا هذه سياسه غير مفهومه، هل هي يعني نوع من توزيع اللي هو ايش شو اسمه يعني توزيع المهام بين مثلا ايش من يثير الازمات في منطقه الشرق الاوسط وبين من يحاولون اخفادها؟ ويبدو انه يعني القوى الكبرى او احنا نسميه الراي العام الدولي او يبدو انهم هم مستمرين المساله هذه ويمكن يحققوا مصالح دون ان ندري نحن. يفترض ان لكل هذه الدول دكتور الصبيحي يفترض ان لكل هذه الدول مصالح شديده الاهميه في هذه المنطقه، بعضها مصالح اقتصاديه والبعض الاخر مصالح جيوسياسيه يعني كما يصنفونها، ما المصلحه التي ستعود عليهم ان لا يزالوا يقدموا الدعم لقطر؟ يمكن هو تأزيم الامور في المنطقه، لو يعني نحن طبعا نعرف انه علاقتنا في الغرب علاقه تاريخيه كلها قائمه على محاوله طرق الازمات في المنطقه هذه والهاء الناس واشغال ايش العرب عن القضايا الاساسيه اللي هي متعلقه بتاكيد التعاون والعمل من اجل تقويه شعوبها. انا اتصور هذه اشياء نظريه مؤامره صحيح ولكنها فيها شيء قدر كبير من المصداقيه يعني. نعم. قطر هذه يعني الان مثلا شوف انت نحن نعيش ازمه كبيره في المنطقه هنا. الان تعرف الخليج على شفا حرب كبيره جدا. وقطر مستبرئه المساله هذه وتحاول انها تذكيها باجهزه اعلامها بامكانياتها وتمويلاتها بتحريك اللي هي ايش جماعاتها في كل مكان من اجل بالفعل وصول ايران والولايات المتحده والحلفاء في الخليج او اعضاء مجلس التعاون الخليجي الى حافه الحرب. هذه مسألة واضحة جدا والمفروض انه يتم الانتباه لها. طيب معلش دكتور حسن انا اسمح لي، لا اسمح لي في هذه الجزئية ان اطرح السؤال الاخير على حضرتك لو تكرمت. حضرتك اشرت الى ان المنطقة والخليج العربي يبدو على شفا حرب او على شفا تأزم ان لم نكن ازاء حرب في صورتها الرئيسية.
إيران هي رأس حربة هذه الحرب في المنطقة، أو هي محور التأزم في هذه المنطقة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحمل لواء مواجهة قطر دعما لاستقرار المنطقة دوما كما تقول. وقطر مصطفى مع إيران، كيف يمكن فهم أن الولايات المتحدة ستقود هذه المساعي من داخل قطر من قاعدة العديد بصواريخ أو قاذفات B-52؟ هذه من الأشياء اللي نحن بالفعل نرى أن قطر لا تستطيع أن تقول شيء، لأن هناك اتفاقية. حينما نقلت القاعدة إلى قطر كان في اتفاقية بين الولايات المتحدة وقطر. هذه القاعدة لا تخضع لأي يعني سياسة قطرية، تخضع للولايات المتحدة، تستخدمها كيفما تشاء. والآن نحن قاعدين نتفرج يعني إيران إذا أرادت أن تقدم لوما أو عتبا مثلا للدوحة على خلفية السلوك الأمريكي الآتي يفترض من قطر، ستقول قطر والله نحن آسفون ليس لنا علاقة بما يجري؟ لا طبعا، يعني هم لازم تعرف ايش يقولوا مبررات، يعني ما يقدروا، لا يستطيعون ابدا. العديد هذه هم جابوها على اساس انها تكون يعني ايش، يعني قاعدة تحرس بالفعل ايش المصالح القطرية والسيادة القطرية وتحميها بالفعل من اي عدوان خارجي. نعم. لكنها ايضا تستخدم ضد اي دولة كانت حتى ايران. الان الموقف القطري ما ينفضح بالفعل، بس تتضح المسائل. اللعب على الايش، تعرف على الحبال هذه في بعض الاحيان او في معظم الاحيان يعني يؤدي الى سقوط. وقطر الان تعرف يعني ايش واقفه على حبل، يعني في اي لحظه ممكن ينهار اذا قامت حرب بين الولايات المتحده وايران. العدد دي بتكون في مقدمه اللي هي المراكز اللي هي بتشل المعارك ضد الايش ايران، لانها على مقربه زي ما انت تعرف يعني. شكرا جزيلا لك دكتور. لا تستخدمها باي شكل كان. شكرا جزيلا لك دكتور حسن الصبيح، الباحث والمحلل السياسي من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، منضم إلينا عبر الهاتف، حول التدخلات القطرية في شؤون دول العربية وفي شؤون دول المنطقة. العرض التالي يسلط الضوء على أبرز ملامح هذه التدخل. اهلا بحضراتكم من جديد، نعود الى ضيفنا اللواء رضا يعقوب. سياده اللواء، هل المجتمع الدولي، هل البيئه الدوليه بالفعل جاده في مكافحه الارهاب، ولا هناك بعض الاطراف التي تستثمر في هذه الظاهره؟ هناك طبعا جهات تساهم في وجود الارهاب الدولي. حتى الان لم نجد تعريف مانع جامع لمعنى كلمه الارهاب الدولي، فهي حقيقه عالميه. حتى الامم المتحده الان لا تضع تعريف مانع جامع لمعنى كلمة الإرهاب الدولي. بغية سيطرة بعض الدول التي تساهم في
تأجيج هذا الإرهاب زي ما نشوف الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الغاصب الإسرائيلي وبعض الدول التي تساهم في وجود هذا الإرهاب لا ترغب أن تضع تعريف يحدد معنى الإرهاب الدولي، ليتجه العالم بصفة قاطبة لمواجهة هذا الطاعون الذي يمس جميع أجزاء المعمورة. إذا كان طاعون يمس جميع أرجاء المعمورة، لماذا تبدو بعض الدول تشعر وكأنها في مأمن من الإرهاب، وكما أشرت حضرتك قد توظف بعض الدول هذه دولا أخرى أو تنظيمات أخرى للاستثمار في الإرهاب؟ أولا ما فيش دول دلوقتي حاليا في مأمن من الإرهاب، زي ما شفنا في نيوزيلندا وزي ما شفنا في الاتجاه الآسيوي، اتجهت هذه العناصر الإرهابية إلى هذه المناطق، لكن بعض الدول ترغب في التأثير على منطقتنا بالذات وتدمير منطقتنا بالذات وفقد هذه المنطقة لسيطرتها، لذلك تتجه إلى تأجيج الإرهاب داخل منطقتنا. ولكن للأسف الإرهاب طال العالم بأجمع، لذلك لابد أن يتجه العالم إلى كلمة سواء لتحديد معنى كلمة الإرهاب، لمواجهة التطرف، لإلغاء الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، لإلغاء الدعم اللوجستي والسياسي وضرب مراكز التدريب لهذه العناصر الإرهابية. فكرة أن هناك دولا تقدم دعما لوجستيا وتقدم ملاذات آمنة لعناصر هذه التنظيمات وتقدم منابر إعلامية تتبنى هذا الخطاب، وهذه الدول كالاتهامات المباشرة التي توجه لقطر في هذا الإطار، هل غاب عن المجتمع الدولي مثلا ان هناك دولا تقدم كل هذه كل اشكال الدعم التي تقدم لهذه الدول؟ هو لم يغب عن العالم، ولكن لمصالح بعض الدول في التأثير على هذه المنطقة، للسيطرة على البترول، للسيطرة على مناطقنا، للسيطرة للقضاء على نفوذنا في مناطقنا. احنا شفنا ما الذي حدث في سوريا، ما الذي حدث في ليبيا، ما يجري في اليمن والتدخل الفارسي في هذه المنطقة بمساعدة طبعا قطر، ما يقوم به جماعة الإخوان من منابر إعلامية داخل قطر وداخل تركيا. لذلك لا، هذه العناصر موجودة بفعل بعض الدول الأجنبية والاستخبارات الأجنبية للتأثير على هذه المنطقة وإضعافها وضياع اقتصادها وضياع سيطرتها على العالم. النهاردة مصر حينما تتجه إلى المجتمع الأفريقي تكون لها كلمة سواء داخل الأمم المتحدة، ابتدينا نجمع نفسنا مع أفريقيا مع الوطن العربي، إذا أصبح لنا تأثير دولي. قطر تريد أن تفقدنا هذا التأثير الدولي في المجالات الدولية. الحديث عن المواقف القطرية، وحضرتك أشرت إلى البعد السياسي الذي يشكل اللبنة الأساسية في دعم قطر لهذه التنظيمات أو الاتهامات التي تساق لقطر. قطر كان لها موقف يفترض أنه كان داعم للتحالف العربي في اليمن قبل المقاطعة العربية التي فرضت من جانب دول عربية عدة ومن بينها مصر والسعودية والإمارات. بعد هذه المقاطعة مباشرة أصبحت قطر تتبنى خطاب ميليشيات الحوثي وتتحدث حتى عن أن هذه الميليشيات بغير اسمها جماعة أنصار الله في الخطاب الإعلامي الذي يقدم. مواقف قطر في دعم هذه التنظيمات مرتبط بانعكاسات سياسية ولا هي أدوار وظيفية تقوم بها الدوحة سيادتنا؟ هي تلميذ للاستعمار الفارسي، هي تلميذ لإيران، ولذلك اتجهت إلى هذا الدور الغير مخلص للوطن العربي، اتجهت إلى إيران أكثر مما تتجه إلى العرب، اتجهت إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي وهو يوجهها أيضا في التعليم وفي السياسة وفي الأمن، لذلك خرجت عن الإطار العربي إلى إطار آخر يواجه أو يضعف الوطن العربي قاطبة. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء رضا يعقوب الخبير في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. ختام فقرتنا الأولى في إطلالتنا الصباحية، فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه الإطلالة الصباحية التي تستمر مع حضراتكم حتى 10 من صباح هذا.